500 سوبر فاست هي آخر فراري كوب تم إنتاجها بعدد محدود ما تجاوز 37 نسخة لمجموعة مختارة من الزباين بين سنة 1964 و1967. و500 سوبر فاست يلي كانت من تصميم بينينفارينا وبتتمتع بخطوط انسيابية جذابة كانت مزودة بمحرك V12 سعة 5 لترات بيولد 400 حصان بيسمح بالوصول لسرعة قصوى بتبلغ 280 كيلومتر بالساعة. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.